يفو ديفينيغ يفو التعريف ديال الستريس. الستريس هو واحد الحاله ايموسيونيل اي حاجه بسيكولوجيه كتخلي الانسان لدرجه انه كل نهار هو اكسيتي. هاد الاكسيتاسيون كتخلي انه واحد الهرمونات في الدماغ كيتفرزوا بطريقه سريعه انها كتحاول وكتسرع من الوتيره ديال انتشار السرطان. اذا انا كنصح الانسان ما يكونش تخو ستريسي انه تعرض للستريس بزاف في الخدمه ديالو وفي الحياه اليوميه ديالو. هنا في هاد الدراسه الاخيره اثبتت بان لو ستريس او التوتر اليومي كيرتفع كيسرع من وتيره انتشار السرطان ديال الانسان. وانا بصفتي اخصائي كنشوف ان نسبه السرطان ارتفعت جدا عندنا هنا في المغرب في هاد السنين الاخيره. واذا انا كنوجد هذا الميساج عن طريق لاتيلي ديالكم بانه لا يجب الوقايه ولا يجب الكشف المبكر عن السرطان.